في الجزائر. إذن سيدات والسادة، من بين الست ولايات كما ذكر الأخ رضا، ولاية تيارت سوف تخضع بتكوين 20 شاب ضمن هذا البرنامج لدعم مبادرة ريادة الأعمال الاجتماعية والريفية، وهذا في إطار شراكة. ومن بين هذا المنظور ومن خلال الاتفاقيات المبرمة مع جامعة تيارت وجميع قطاعات الشراكة بما فيهم مديرية النشاط الاجتماعي، راديات لاجونس ديفلوبمون سوسيال إلى غير ذلك، ناهيك عن أهداف دار المقاولاتية التي تحتضنها جامعة تيارت والمتمثلة فيما يلي. دار المقاولاتية من بين الأهداف هي تعميم مفهوم المقاولاتية لدى طلبة الجامعة، وهذا هو الشغل الشاغل الذي متواجدين من أجله، تعزيز ثقافة الشراكة، إبراز أفكار جديدة لمشاريع مبتكرة، تدعيم شبكة المقاولاتية، تقريب هيئات الدعم والمرافقة من الجامعة، إنشاء حاضنات الأعمال على مستوى الجامعة تعنى بمشاريع الطلبة، إعلام الطلبة حول مهنة المقاولة، تدريب الطلاب على روح المبادرة، هذا هو من خلال الدورة إن شاء الله التي تساعد في هذا المجال بإشراف الإخوة المكونين المتواجدين معنا. وأخيرا توعية الطالب إلى أن المقاولة اختيار وليس بديل في ظل عدم وجود فرص للتوظيف، فلهذا الطالب خريج ويحاول الشهادة يعتمد الدرجة الأولى على أفكاره لتسجيل مشروع لخلق وإنشاء مؤسسة. في هذا الصدد فإن جامعة تيارت تثمن مثل هذه المبادرات وتشجع الشباب حاملي الشهادات لترسيخ ثقافة المقاولة للحد من ظاهرة الفقر في التنمية في إطار تنمية محلية مستدامة، هذا هو الشغل الشاغل. ولهذا احنا في إطار شراكة جميع الفاعلين نلاحظ ونثمن كل هذه المبادرات خدمة للطالب، خدمة للجامعة، وفي الأخير شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله.